الله يسعد اوقاتكم. انا اليوم بدي اعمل زيت سلطه، هون عندي خس، عندي رمان، عندي بصل اخضر وخيار ملفوف احمر، عندي جزر وعندي فجل. لاحظوا كله مبروش، يعني انا عندي نعناع، ناشف، ليمون، زيت، وعندي هاي ملح وفلفل مع بعض بيجوا. بدنا نعمل التتبيله فيها. بعمل التتبيله تبعت السلطه، عندي ليمونتين معصورات، عندي فنجان صغير زيت، وعندي ملعقه كبيره نعناع ناشف، شايفين؟ وهون عندي بدي احط الملح والفلفل. صبايا حطينا الدرسين هون وبنخلطه وبنبلش في السلطه. بعدين اول شيء هاي لازم نعملها. صبايا هون حطيت الخس، بعدين الجزر المبروش، بعدين البصل، الخيار، الفجل، ما عندي بندورة، رمان مفرز، آخر إشي الملفوف الأحمر، مش عارفة أنا مسمينه أحمر وهو نهدي. وهلا بدنا ندير الدرسن عليه، شايفين كيف صارت؟ ونخلط. أخلطه شوي شوية لما يتجانس الخليط السلطة كله مع بعضه. شايفين ما أسكى هالمنظر؟ يعني غابة ألوان. نتيجة السلطة اللي عملناها، يعني إيش بحكي لكم، من الأطباق المقدرة والفاخرة كمان في الطعم والفائدة. مباشرة بعد التقديم يعني بتتاكل.